قول جوه ال 6 متر، في لاعب جوه ال 6 متر تبقى رميه جزائيه. قرار سليم. اكرم يحاول شويه ويحرز اول الاهداف لنادي الزمالك، 1 الزمالك لشيء الاهلي. خيري، كاستيلو، جارالدا بيدي التعليمات باستمرار للاعبين. تمرير خط خلفي، يقول له تعالى كده اتحرك ازاي. طبعا لقاء القطبين لقاء له طباع خاصه على القطبين، ويعدي كويس مؤاب سعيد ويحرز اول الاهداف للنادي الاهلي. الباك اليمين عملها كويس قوي. بص حضراتكم في العاده هو عمل انه هيلعب الكره العدل ولا عدى، سيلعب الموسم القادم لنيم الفرنسي مع سند، ويرحل من نيم لمونبلي دودو احمد هشام السيد الموسم القادم. بشير خط خلفي، اي فرقه بتفوز اهم حاجه نبقى عارفينها بياخد نقطه الفاز، نقطه واحده في المرحله الثانيه. مره ثانيه بعد الترتيب، حسن وليد عايز يشوط يقابله، ياخد رميه حره، ياخد رميه حره قابله عبد الرحمن. ادي الكره في العاده، قابله كويس قوي. مره ثانيه عايز يعدي، لوكا يلعب الكره لبشير، لوكا يرجع بالكره لحسن وليد اللي عايز يشوط بالكره من بعيد، يا بيلعبها حلوه قوي حسن وليد. الباك الشمال يعدي ويشوط الكره، يتقدم لنادي الزمالك 2-1. مره ثانيه تقاطع، عايز يعدي خيري، يلعب الكره على الدايره، تروح ليه الزمالك اللي عايز يجري حسن وليد وعايز يشوط او يلعب على الدايره، يجي يلعب على الدايره تروح لحميد، يجري كاستيلو في الجناح لوحده في انفراد ويحرز الهدف للنادي الاهلي. 2-2 التعادل، 2-2 التعادل بين القطبين. لسه وجهه نظري في الدقائق الاولى الى الان هي يعني 4 دقائق 28 ثانيه، كل فرقه لسه بتشوف هتبدا الهجوم الفعال منين. الزمالك بياخد وقته في الهجمه والاهلي بياخد وقته في الهجمه. يعني ايه؟ يعني بص التمرير اللي ما بين صانع الالعاب والباكين، لوكا يمرر الكوره مره واثنين وثلاثه، يقطع بكار، يبتدي الشكل الهجومي، المصري يبتدي يقابل وهكذا من على 9 متر، شوط الكره حسن وليد ولكن تصدى حميد، يتصدى حميد، يجري خيري في اليمين عند مهاب، يلعب الكره عند كاستيلو ويحرز التقدم للنادي الاهلي 3-2 بعد 5 دقائق 3 ثواني. مره ثانيه حسن وليد عايز يعدي يلعب الكره لوكا اللي عايز يلعب الكره في الجناح عند اكرم، بتدي تحت فرصه ياسمين السعيد، يلعب الكره لوكا ولكن يتصدى حميد لثالث الكرات. حميد مره ثانيه، عبد الرحمن، خيري يلعب الكره عند مهاب اللي ياخد رميه جزائيه مهاب سعيد، وايقاف دقيقتين، بتقول له ايقاف دقيقتين. هايدي هنشوف في الاعاده ليه الايقاف الدقيقتين، هو عدى تقول له انك انت دافعت عليه. ايقاف دقيقتين على بكار عشان قابله بقوه، تديله علامه الرقبه كده يعني انت مسكته من هنا. كاستيلو مباراه فرديه هو وكريم، وينجح كريم هنداوي في الرميه الجزائيه، يتصدى كريم هنداوي. ادي الكره لكاستيلو، بص في الاعاده هنا بقى الرفليكس الحارس، طبعا حارس كبير كريم هنداوي، حميد، الاثنين حراس كبير حراس منتخبنا. مره ثانيه نزل احمد مؤمن في الجناح الشمال، هياخد البدايه الهجوميه، يتصدى حميد لكوره، بتقول رميه مرمى، رميه مرمى، يجري حميد على طول يلعب لخيري، خيري عامل مباراه جيده الان، يعدي عبد الرحمن ويحرز الهدف والتقدم للنادي الاهلي 4-2 بعد 6 دقائق 23 ثانيه. يبقى التصديات اللي بيعملها حميد هي العاملة الإيجابية الفعلية في الهجوم للنادي الأهلي. عادة كويس هنا.
فيصل يحرز الهدف 4-2. تمرير لوكا صانع الالعاب ياسين باك شمال نزل دلوقتي عشان ياخد المسؤوليه الهجوميه مكان حسن وليد يلعب الكوره لبشير باك يمين عايز يعدي يلعب الكوره في الجناح عند اكرم يسري حلوه التمريره عملها كويس قوي اكرم يسري يقلص الفرق ل 4-3. يجري النادي الاهلي بالهجمه السريعه خيري عايز يلعب الكوره لمهاب مهاب يلعب الكوره مره ثانيه المصري اللي يعمل تغطيه دفاعيه احمد حسام ولكن خيري كما لمس خط 6 متر لمس خط 6 متر تتنقل الكره على طول للزمالك يجري ياسين يلعب عند بشير اللي عايز يعدي من مصر او يلعب على الدايره تروح له مره ثانيه ويقف الهجوم يرجع يشوط الكوره تبقى رمي الجانب وحائط صدم المصري. شوف السرعه ماشيه ازاي في الكوره في التمرير والسرعه في التسديد. 4-3 7 دقائق 39 ثانيه احداث الشوط الاول. بكار ياسين يلعب الكره لبشير خط الخلفي يقطع مره ثانيه من الجناح الشمال يلعب وينزل خالد وليد تحديد بالظبط عند الدايره على خط 6 متر يجاز عند ياسين اللي يلعب الكوره لبشير علاء تقاطع عايز يعدي ياخد رميه حره اشاره باللعب السلبي من حكمتي اللقاء اشاره باللعب السلبي يعني اربع تمريرات بعد ما يرفع ايد الحكمين على طول تبقى اربع تمريرات الاول 6 يعدي كويس قوي علاء وياخد رميه جزائيه محمد علاء صانع الالعاب بص حضراتكم هنا عدى كويس قوي في الاعاده بين اختراق المهارات الفرديه هنا بقى بتفرق كتير قوي 4-3 يلعب الكره اكرم يسري ويحرز الهدف لنادي الزمالك 4-4 سواء خيري او لوكا الاثنين عندهم مهاره الاختراقات كويسه قوي عادل نزل على الدايرة الدايرة طبعا خط الستة متر السادة اللي قدام حضراتكم الخط المنقط والخط التسعة متر ما بينهم علامة السبعة متر اللي بتلعب عليها الرميات الجزائية في المستطيل الساحر 40-20 الطول والعرض يلعب الكورة لعادل يستلم الكورة كويس قوي